انت شكون دابا؟ انا رسول الله من بعد محمد رسول الله. انا رسول الله من بعد محمد رسول الله. وجئت بالبينات لأثبت ولاية الامر نصرهم الله. واللي ما طعنا تشوف واللي ما طعنا ولاية الامر لا دين له ولا اسلام له. ما عندوش الاسلام ديالو والله ما عنده. من مات وليس في عنقه بيعة مات موتة جاهلية. وقال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجئتكم ثم لأبين لكم آيات من القرآن من كتاب الله. وهو بصراحه الاخ ديالي اش غادي نقول لك، هذا السيد هذا كان تاسفوا على هذاك الشيء اللي خرج منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما كيتمثلش وما ما كاينش شي حد اللي غادي يقدر يقلده صلى الله عليه وسلم. وبالنسبه للسيد هذا كان تندعوا ليه بالشفاء، حيت يقدر يكون هذا شي مرض نفساني او لا شي مرض داخلي، ربي اللي كيعلم به. حنا ما عسانا الا ان ندعو له بالشفاء، الله يشافيه. وما بغيناش بحال هاد الافعال تبقى تتكرر في المساجد ديالنا، حيت حرمه المساجد راه ما خصها شي واحد يقيسها. تنعرفوا ان لي ميراكل سالات أولى المعجزات سالات شحال هذه وكلها مكتوبة في القرآن الحمد لله. وحنا كنمشيو تنسير وتنمشيو على المنهج ديالنا اللي هو القرآن، وما يمكن ليناش نصدقوا من هب ودب يجي يورينا الدين ديالنا. الدين ديالنا الإسلامي بين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين. اللي تيبغي تيعرف اللي ما تنقش سير شو الديانة الإسلامية. شي هاد الناس هادو اللي تيبقاو انهم يبغيو يحقدونا في الديانة الإسلامية ديالنا، انا كنعتبرهم كمتطفلين على الدين، لان الناس ورجال الدين ما تيتعاملوش بحال هكا. وكان تكون عندهم واحد الفصاحة في اللغة العربية، راه القرآن نزل باللغة العربية، نزلوا الله تعالى على سيدنا جبريل باللغة العربية. إذا الناس اللي خصهم يعطيونا أنه لنفترض أنه أرسلوا لنا الله تعالى، خص تكون عنده اللغة العربية سليمة، لأن كاملين تنعرفوا أن القرآن فيه لغة عربية سليمة، وحنا مفتخرين أننا مسلمين، وما غايجيش شي واحد غادي يبدل لنا المنهج ديالنا ولا الستركتشر ديالنا اللي شدينا. والنعمة بالله، ربما كاينين تيتنبؤوا بهم وجاو في القرآن ديال خروج هاجوج وماجوج، وقيلا غادي يخرجوا، وخروج كذلك المهدي المنتظر. وكنشوفوا بزاف ديال الناس بزاف ديال البلدان اللي كانوا تيهضروا تيقول لك انا تيقول لك تيظهر انه مهدي المنتظر، باش انهم يبينوا لنا ان علامات الساعه قربات ولا ما فهمتش. مي حنايا اللي جات من عند الله مرحبا بها، وما محتاجين شي شيخ اولا شي واحد اللي يجي يورينا الدين ديالنا. حنا عارفين الدين ديالنا وتنحسوا بلا فيرتي، وعلى قوه الله وكبار تنحسوا بلا فيرتي اخويا، باننا تشوي دابا كلمه الله وكبار باش تحس راه القشعريره الحمد لله. كنت غادي نلجا للعنف بصراحه، لاننا الاسلام دين السلم، ميمكنناش نبدلوه بالعنف. وقال لك من راى منكم منكرا فليغيره بقلبه، انا شنغيره بقلبي. والله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. في الاعتقاد ديالو هو راي سليم، لانه تنشوف انه مس بالمقدسات، انك تتكلم على الله. المقدسات باينين حنايا في دوله اسلاميه، مقدسات اللي هي حاجه اللي انتردي يهضر فيها بنادم. ونتمنوا ان ما يتعرضش للاعتقال، وغير ما يبقاوش يخرجوا لنا نماذج بحال هكا يوريو لنا الدين ديالنا. الحمد لله حنا راه ادرى به. شو خويا شنقول لك، هذاك بالي مريض فهمتيني، بحال هذوك ما خصهم كاع بنادم بقى يصور بقى يدير شي حوايج كيبانوا، يعني ما خصهمش كاع يبانوا بحال هكاك. يعني ما بقات الاعتقال هو والو، ماشي ضروري بنادم يدير الحيه صافي راه زعما راه داخل زعما مديان وهذا فهمتيني. يعني بحال هذاك حمق، انا بالي انا من عجل هذاك بحال هذاك ما خصوش كاع يبقى فهمتيني. ماشي غنقولوا عليه غيتشاد ولا هذا ولا هذا، حمق مريض بحال هكا كاع ما خصهم كاع بنادم يصور بقى يبين بان راه بنادم زعما راه تيعطي تيقول لك انا راه. واش كاين دابا بالنسبه لك دابا انت شنو تقول؟ تقول هذاك راه رسول الله، استغفر الله العظيم، يعني ما خصوش كاع يقول ديك الكلمه كاع فهمتيني. مريض حمق الله يرد، بهذا الشيء اللي نقدر نقول. خويا انا نقول لك جوج كلمات، هذاك مريض، هذاك حمق، هذاك خصو يتعالج، خصو يمشي لشي بلاصه يتعالج فيها ولا يسدوا عليه بوحدو ويعالجوه فهمتيني.
واخويا راه ماشي غير فيديو، راه فيديوهات كنتفرج فيهم، راه التليفون ديما كنتفرج فيديوهات، يعني كل مره كنشوف حاجه في شكل، فهمتيني؟ هذا راه عندي التليفون عاوتاني شفت واحد الفيديو بانه واحد راجل كبير مدخل وحده عاوتاني باقا صغير عندها عامين قدام تيبوس فيها وكيدير وكيفعل، يعني فهمتيني عقليتك وحده العقل ديالك وحده كيفاش كيتصرف. واخويا راه كلشي موجود، راه الوقت غادو كتبدل العالم، فهمتيني؟ الجيل غادو كيتبدل، الجيل اللي كنا عايشين فيه حنا الجيل اللي كنا عايشين فيه حنا كانت شي حاجه قليله، والجيل اللي موراه ما كانوش التليفونات، والجيل اللي موراه كانوا التليفونات كانوا التلفازات بلا كولور، يعني بزاف د الحوايج. هذاك تنقول هذاك السيد خاص لي يسد عليه ويبقى يعطيه شويه الطرس باش الله يرجع الممار ديالو شويه. وراه احسن حاجه بنادم يجي يعتقلو باش يعرف شنو في دماغه شنو كيدور، ما عرفناش شنو كاين كان تيدير قبل داكشي شنو كان تيدير، يقدر يكون كيتكتب شي حاجه وكيصيفطها تيقول لهم انا شي حاجه. انت كنتي في المسجد كيفاش كنتي غتعامل معاه؟ اخويا اش نقول لك، غنمشي عنده ونقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هادشي اللي غنقدر نقول له، فهمتيني؟ حيت هو مريض ما يمكنليش نهضر مع واحد مريض. واد خونا اخويا خصو شي بلان، فهمتي؟ شي بلان يكون خونا هذا. خونا خصو يصيفطوا للحبس ولا يديروا ليه شي تصداع، غادي تلقى شي واحد مليش ما عندوش العقل، فهمتي؟ خصهم يديروا معاه شي بلان باش يشري ليه، اصلا هذا الشيء كشري اي واحد ولا شي ليش، راه كلشي ولا مليش في هذه البلاد. بنادم بدا شي حماق، راه واحد النهار جا عندنا بدا تيقول لنا عاوتاني انا نبي انا راسو صيفطني جبريل صيفطني كذا، هذا الشيء خصو يتبدل اخاي بالرجوله. خونا حماق خصو يداوى خصو يتشافى وخص حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا الشيء هذا راه ما كيعجبش، فهمتي؟ راه اللي ناض ولا كيقول لك انا راسو وانا راه هذا الشيء يعاود ولا من الشيطان الراجل. كنتي في الجامع كنتي غتعامل معاه؟ وكنت في الجامع نوض صراحه غنشد دوغ نضربو بشي نص غنعطي شي سلخه ديال العصا من الاخر غنصيفطو لدارو وندي عند مو نقول له ولدك راه حمق يقول هاد الهضره هادي، واش انتي دير معاه شي حل دير شي، راجل كبير هو راجل كبير خاي شنديرو معاه شنديرو معاه، شدو عمي نبقاو نصحو فيه عمي هادشي راه حشومه اللي كدير وكذا وهكا ونسايسو معاه حتى الاخر. هذاك اخويا الدايره كدراش في المغرب اخويا بزاف الدايره هادي، وهادو اخويا جرا اللي خلاهم يديروا هكا هما كثرت المواقع التواصل اللي مشجعينهم، واش فهمتي؟ هذوك كثرت المواقع التواصل اللي مشجعينهم ومنهم خليهم يديروا هكاك، علاش؟ حيت هما متبعين واحد الدين ماشي ديننا، ما خصهمش يكونوا هنا اصلا، واش فهمتي؟ خصهم الحبس هذوك ما متبعينش الدين ماشي بحال الدين ديالنا، خصهم الحبس. حيت علاش هاد الفيديو؟ تفرجت في هذاك اللي دخل الجامع وكيقول لهم انا نبي ما عرفتش انا راسو، هذاك راه ماشي هضره اصلا، خصو يتعاقب عليه اول حاجه. لكن القانون شاف هذا الفيديو وسكت عليه، راه الشعب ما خصوش يسكت عليه، حتى الدائره غتكشر، فهمتي؟ حتى الدائره كترات اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.